Then, after them, after the destruction of Noah's people, we brought forth another generation, different people. 382, nay, but their hearts, the hearts of the people of Mecca, i.e. Abu Jahl and his host, are in ignorance, and heedlessness, of this, Quran, and they have other works, decreed upon them, besides that which you enjoin them of good works, which they are doing, in the life of this world until their appointed time comes, O Muhammad. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون And who are shepherds, preserve that with which they have been entrusted, of their pledge, such as fasting, major ritual ablution, trusts and the like, and their covenant, with Allah or with other people. And who pay heed to their prayers, pay attention to the prescribed times of their prayers. These, those whose traits are thus, are the heirs, the dwellers. Who will inherit, who will dwell in, paradise, the chamber the beneficent, there they will abide, in paradise forever, never to die or come out. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. And a tree, and by means of water a tree grows. This refers to the olive tree that springeth forth from Mount Sinai, that springs forth from the mountain which is covered with trees, that groweth oil and relish for the eaters. And lo! In the cattle there is verily a lesson for you, in the cattle there is a sign for you. We give you to drink of that which is in their bellies, of their milk which comes forth from between manure and blood as limpid milk, and many uses have ye in them, in riding and transporting your loads on them, and of them, of their meat and milk, do you eat. And on them, and on camels, on land, and on the ship, in the sea, you are carried, you travel. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم جثاء فجعلناهم غثاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. And when thou art on board the ship, thou and whoso is with thee, of the believers, then say, Praise be to Allah, gratitude is due to Allah, who hath saved us from the wrongdoing folk, who has saved us from the disbelievers. And say, When you come off the ship, my Lord, cause me to land at a blessed landing place, blessed with water and trees, for thou art best of all who bring to land, in the life of this world and in the hereafter. Lo! Herein, in that which we did to them, verily are portents, are signs and admonitions for the people of Mecca in order for them to emulate, for lo! We are ever putting, mankind, to the test, with misfortunes, and it is also said that this means, with punishment. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. So the awful cry overtook them rightfully, i.e. the punishment, which is the cry of Gabriel, seized them, and we made them, when the chastisement stopped, like a wreckage, that a torrent hurls. A far removal, an utter destruction and disappointment for failing to obtain Allah's mercy, for wrongdoing folk, for the disbelievers. Then after their destruction, we brought forth other generations, from generation to generation.
No nation can outstrip its term, no nation can bring forward the term appointed for its destruction, nor yet postpone it to a later date. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون So they denied them. They denied their message, and became of those who were destroyed, they were drowned in the sea. And we verily gave Moses the scripture, the Torah, that haply they might go aright, that haply they might be led to guidance. And we made the Son of Mary, i.e. Jesus, and his mother a portent, a sign and admonition, a son without a father and a pregnancy without physical contact, and we gave them refuge on a height, on an elevated location, a place of flocks and water springs. The reference here is to Damascus. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار
أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟ We hasten unto them with good things, in this world, and it is said, in the hereafter. Nay, but they perceive not, that we provide them in the life of this world, but will humiliate them in the hereafter. Then Allah clarified to whom He hastens with good things in the life of this world, saying, Lo! Those who go in awe for fear of their Lord, of their Lord's chastisement, for these we hasten with good things. And those who believe in the revelations of their Lord, in Muhammad, Buh, and the Quran, for these we hasten with good things. And those who ascribe not partners, idols, unto their Lord, for these we hasten with good things. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. In scorn thereof, feeling haughty because of the holy house, claiming that you are its guardians. Nightly did you rave together, you cursed Muhammad, Bull, his companions and the Quran in your nightly gatherings. Have they not pondered the word, have they not reflected upon the Quran and that which it contains of threats, or hath that come unto them, upon the people of Mecca, of safety and freedom from obligation, which came not unto their fathers of old? Or know they not their messenger, the lineage of their messenger, and so reject him, and so deny him? وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. And lo, those who believe not in the hereafter, those who do not believe in resurrection after death, are indeed astray from the path, from Allah's religion. Though we had mercy on them, i.e. the people of Mecca, and relieved them of the harm, and relieved them of the hunger which was afflicting them, they still would wander blindly on, they still would carry on blind to the truth and guidance, in their contumacy, in their disbelief and error. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. They say, when we are dead and have become mere, scattered, dust and decayed, bones, shall we then, forsooth, be raised again, after we have died? 384. We were already promised this, which you are promising us, O Muhammad, we and our forefathers, before us, were also promised the same. Lo! This, that which you are saying to us, O Muhammad, is naught but fables, the mere talk and lies, of the men of old.